هل أنت مستعد لنكمل معا جمل الضرب في الجدول 4؟ أحسنت يا صغيري، أنت مبدع. 8 ضرب 4 نفس خطوات جمل الضرب جميعها، لكن ألاحظ أن العدد 4 يتكرر في كل مرة بعدد مختلف بعدد مرات مختلف. يزداد تكرار العدد 4 في كل مرة. أولاً خطوة الجمع المتكرر، سنقوم بتكرار العدد 4. كم مرة سنكرر العدد 4؟ نعم، 8 مرات بعدد مرات التكرار. لنتأكد من حلنا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. نعم، نحتاج إلى 8. 8 أرباعات، لدي هنا 8 أرباعات. الرسم، سنقوم برسم 8 مجموعات، وفي كل مجموعة 4 عناصر. خمسة، 6، 7، 8، وفي كل مجموعة سنرسم 4 عناصر. هيا بنا نرسم بشكل جميل. في كل مجموعة 4 عناصر، 1، 2، 3، 4، 1، 2، 3، 4. أربعة عناصر في كل مجموعة لدي. هل قمت برسمها يا بطل الصغير؟ نعم، أحسنت. 8 مجموعات وفي كل مجموعة 4 عناصر. أما في خطوة الكتابة، سأقوم بكتابة، هيا أخبرني، 8 أرباعات أو 8 أرباعات. جملة الضرب سأقوم بكتابتها كما تعلمنا سابقا، 8 ضرب 4، ولكن بوجود الناتج الجديد، 8 ضرب 4 ويساوي، نعم، 32. 8 ضرب 4، هيا كرر معي، 8 ضرب 4 يساوي 32. أحسنت. خط الأعداد، خط الأعداد يحبك كثيرا لأنك لا تنسى أن تعد عليه بالشكل الصحيح. ستقوم بالعد 4 بداية بالصفر إلى أن تصل إلى ناتج 8 ضرب 4. 0، 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32. الناتج 32. هل قفزت 8 قفزات؟ لنتأكد معا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. نعم، أحسنت، 8 قفزات. أحسنت يا صغيري. أنا مسرورة منك كثيرة لأنك تتقن خطوات الضرب جميعها في جميع الجداول التي قمنا بأخذها، في جدول 2 وفي جدول 3 وفي جدول 4.
والآن يا صغير البطل، قم بحل 9 ضرب 4 و10 ضرب 4 بنفس الخطوات التي تم أخذها معا، بخطوات الجمع المتكرر والرسم والكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد لتصل إلى الناتج 9 ضرب 4، لنصل بها إلى الناتج 36. 9 ضرب 4 36. لا تنسى تكرار الناتج حتى تقوم بإتقانه. 9 ضرب 4 36. أما 10 ضرب 4 بخطوات نفسها، أقوم بإيجاد الناتج لأصل إلى 40. 10 ضرب 4 يساوي 40. هيا كرر. 10 ضرب 4 يساوي 40. أمي الحبيبة، قومي بتسميع جدول الأربعة لي حتى أقوم بحفظه جيدا. أحبك كثيرا.